السلام عليكم متابعين قناة يو سايبرز، بحلقة جديدة معكم اخوكم دارك. في الحلقة السابقة شرحنا متغيرات اللي عملناه لحد الان، ممتاز جدا. نقدر هسه نغير او نستخدم المتغيرات لنغير ماك ادرس لاي عنوان ماك ادرس بدنا اياه بسهولة ولاي وجهة بدنا اياها، بس لازم كل مرة بدنا نغير الماك ادرس نفتح السكريبت او الاداة ونغير الكود بشكل يدوي، وهذا الاشي سيء جدا. الافضل نخلي مستخدم الاداة والسكريبت يدخل او يدخل المتغيرات بعد تشغيل السكريبت في التيرمينال او التيرمكس. راح تفهموا اكثر خلال الشرح، في عدة طرق لنعمل هيك. وفي هاي الحلقة راح نحكي عن انبوت فانكشن، دالة انبوت او المدخلات. يعني لازم نستخدم دالة انبوت فانكشن زي وضع سترينج او سلسلة راح تظهر للمستخدم. على سبيل المثال age input what's your age، الجواب راح يتخزن، اصلا راح تطلع النتيجة what's your age، راح تتخزن النتيجة بمتغير age، راح يحتفظ قيمة المدخلات المستخدم او قيمة المتغير. تمام، يلا نبدأ شرح. اول اشي نحذف string اللي هو is zero، وكمان new mac شو بنعمل؟ بنحط input two brackets تو كوتيشن ماركس، بعديها بندخل مثلا شو بدنا، الانترفيس الشبكه، انترفيس سوري، ونسكر القوس. تمام، هان شو بنعمل كمان نفس الاشي، انبوت المدخلات نفتح تو براكتس تو كوتيشن ماركس نكتب نيو ماك. تمام، هسه بنجرب ندخل على التيرمينال. تمام، سي دي هاي شارم. تمام، هسه بايثون ماك دوت بي واي. اول شيء طلع لي انترفيس نكتب از زيرو. طبعا واجهنا خطأ هان لسبب واحد، هسه بفهمكم ايش هو السبب. السبب انه هان نستخدم قاعدين بايثون 2.7 الاصدار 2.7، والاصل لازم نستخدم بايثون 3. شو الحل؟ طيب هسه مثلا لو كتبنا بدال بايثون 3 وانتر ويز 0 نيو ماك 00112233 4455، حكينا انتر، بتغير الماك ادرس. لو كتبنا اف كونفج هي بالضبط تغير الماك ادرس. تمام، مثلا هسا كيف نحل هذه المشكله؟ حلها بسيط جدا. هسا لغه بايثون اصدار 2.7 متشابهه جدا مع اصدار 3. تمام، فعشان نحل المشكله هاي بدل انبوت نكتب راو انبوت. تمام، راو انبوت، نرجع نجرب. تمام، بايثون سوري خلينا امسح بالاول عشان نشوفه احسن. كلير، شو بنعمل؟ خلصنا نجرب زي قبل شوي، بايثون is 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 مرة هاي 6 6 نكبس انتر. بحكي لك شنجنج ماك ادرس فور is 0 2 0 0 نتأكد if config is 0 هاي تغير ل 00112233446. واتمنى انكم استفدتوا من الحلقه هاي، موضوع حلقتنا اليوم. لا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير للقناه.